رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو استقبل رئيس مفوضية لجنة المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية سيماك. وزير الزراعة يعقد اجتماعاً مع الإداريين بالوزارة حول استراتيجية مواجهة الموسم الزراعي لعام 2018. قوات إدارة الأمن العام وحماية المؤسسات الدولة تصدر كميات من الحطب المستورد بطرق غير شرعية. سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في تقديم النشرة الإخبارية العربية من الفضاء الشادية من أنجمينا. استقبل صباح اليوم بالقصر الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو البروفيسور دانييل أونا أوندو رئيس مفوضية لجنة المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية والوفد المرافق له الأوضاع الاقتصادية في فضاء المجموعة في صلب المقابلة. تقرير رشاد حسن طه. بعد شهرين من تعيينه رئيسا لمفوضية لجنة المجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية سيماك، جاء البروفيسور دانييل أونا أوندو الغابوني الجنسية والوفد المرافق له لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية. المقابلة ناقشت الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المجموعة والسعي من أجل إنعاش اقتصادها. المقابلة التي حضرها معاوني فخامة رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني أشهد فيها رئيس اللجنة بالدور الفعال الذي يقوم به رؤساء الدول المجموعة وتحديدا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في تحقيق أسباب التقدم واستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار. وفور خروجه من المقابلة قال رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية إن اللقاء بحث أجندة التعاون بين الدول الأعضاء واستئراد التحديات الاقتصادية التي تواجهها المجموعة. بعد شهرين من تعييننا على رأس اللجنة جئنا للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو باعتباره الرئيس الدوري لمجموعة دول السيماك. قدمنا له تهنئة بحلول العام الجديد وناقشنا خارطة الطريق التي تحمل مواضيع مختلفة لصالح المجموعة والأمل بشكل لا رجأة فيه على النهوض بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية والاستقرار السياسي، كما تلقينا توجيهاته القيمة ونحن سعداء بلقائه. يذكر بأن البروفيسور دانييل أونا أوندو رجل ذو خبرة ومن أهم المناصب التي شغلها، حيث كان رئيسا للوزراء بدولة الغابون ومحاضرا بعدد من الجامعات الأفريقية، ثم وزيرا لعدة وزارات في الحكومة الغابونية ونائب رئيس الجمعية الوطنية ببلاده. إليكم هذه برقية تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. إليكم نص هذه البرقية بمناسبة العام الميلادي الجديد. يتقدم مكتب حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي بأحر التهاني وأزكى التبريكات لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولأسرته وللحكومة التشادية والمكتب السياسي الوطني لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ ولجميع مناضلي ومناضلات الـ MPS، معربين عن شكرهم وامتنانهم لرئيس الجمهورية على تعيين شريف محمد زين على رأس الدبلوماسية التشادية. توقيع الأمين العام لمكتب حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية. في خطابه للأمة التشادية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018، أكد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بضرورة تنظيم الملتقى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي في الدولة خلال عام 2018، داعيا الجميع، جميع الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية بالمشاركة الفاعلة في هذا الملتقى. حول هذا الموضوع فقد عد زميل محمد حسن آدم التقرير التالي.
قدم رئيس الجمهورية إدريس دوبي إتنو خطاباً ضافياً بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2018، متمنياً سنة سعيدة لجميع الشعب التشادي في الداخل والخارج. هذا وقد تضمنت رسالة رئيس الجمهورية عدة نقاط تنصب في صالح رفع التحديات والصعوبات التي مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن أبرز هذه النقاط تنظيم الملتقى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي، وأن هذا الملتقى الوطني الشامل سيجمع جميع القوى الحية والفاعلة بالبلاد وفي مقدمتهم رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي جمعيات المجتمع المدني والشيوخ التقليديين ورجال الدين، وذلك من أجل المشاركة في إنجاح هذا الملتقى الوطني بتقديم الاقتراحات وتبادل الآراء والأفكار الهادفة، فضلا إلى التطرق إلى جميع القضايا والمواضيع التي تسمح بالخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. مستقبل تشاد واجب يبقى الشغل الشاغلنا كلنا وفي كل لحظة من اللحظات. المستقبل الأفضل الندور ونبنوه للأجيال القادمة واجب يقود أفعالنا وحركاتنا وأعمالنا يوميا. يجب علينا فرديا وجماعيا نكون عندنا تصرف مسؤول وسلوك وروح وطنية. كبير الدولة ذات في كلامه قال: من ناحيتي أنا دائما وأبدا مصر ومصمم عشان ننطيها لتشاد بكانة تستحق في التكوين الجغرافي والسياسي العالمي الجديد. البحث المستقبل الأمة دبس جاب لنا الفكرة من مشروع الإصلاحات المؤسسية. أسباب ده قال: خلال السنة الجديدة ينظم ملتقى وطني شامل يجمع كل القوى الحية انت البلد من أجل الدراسة والمناقشة بالتفصيل لمختلف محاور الإصلاحات التي يتضمنها المستند. فقال: ندعو كل المواطنين هنا الداخل والقاعدين في الخارج خليه يكونوا حاضرين وناشطين كنا الوقت جاء عشان ينطوا طابي توافقي ووطني للمستند النهائي. خلي الموقت التاريخي المهم في حياة الوطن ده ما ينطم للناس كلهم. واجب الفكر الجماعي ده يبقى قدام من الشعور والاعتبارات السياسية. وننوه إلى أن تنظيم هذا الملتقى يترجم الأقوال إلى أفعال واقعية ملموسة، كما أنه أيضا يعتبر أحد وعود رئيس الجمهورية إدريس دوبي إتنو إبان الحملة الانتخابية لرئاسيات 10 من أبريل 2016، فيجب على الجميع الوقوف وقفة رجل واحد من أجل إنجاح هذا اللقاء التاريخي الهام والمضي قدما من أجل بلوغ الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة بحلول العام 2030.